كل الدراجز اللي ذكرناها والكومباوند اللي شرحنا عليها كانت كلها الكليتنج ايجنت. شفنا كنوع منها صار بيها سلكتيفيتي مثل السايكلوفوسفامايد والافوسفامايد، كان بيها نوع من السلكتيفيتي لان اكو انزيم معين اللي راح موجود بكثرة بالكانسر سيل فانطانا نوع من السلكتيفيتي. بالنسبة للثايروتيب شفنا انه ايضا كان بيه نوع من السلكتيفيتي لانه بالكانسر سيل وجوده راح يسوي لي داي الكيليشن وبنفس الوقت او مونو الكيليشن وبنفس الوقت انه الرياكتيفيتي راح تكون مالته نوعا ما عالية لانه البي اتش للكانسر سيل هي بتوين 0.2 الى 0.4 اللي تسوي لي انكريز رياكتيفيتي توارد نيوكلوفيليك اتاك. Another compound استخدموه كأنتينيوبلاستيك هو الأورغانو بلاتينوم كومباوند اللي هو أورغانو ميتاليك كومباوند. أول دراج كان هو السيزبلاتين. السيزبلاتين أكسيدنتلي تجربة كانت على إشريشيا كولاي سيل موجودة بأمونيوم كلورايد سوليوشن. بيدرس الديفيجن مالتها دخل الكتريكال كرنت شاف انه الديفيجن لهذا السيل الاشريشيا كولا سيل دي يتوقف. طبعا بالبداية كان مفكر انه هو وجود الكتريكال كرنت اللي هو وقف لي الديفيجن، لكن بعد التحقق شاف انه الكتريكال كرنت دي يدخل طبعا خلال بلاتينوم الكترود اللي هو كان متوقع انرت، لكن بالتحليل شاف انه لا، الامونيوم كلورايد وجود الكرنت وجود البلاتينوم ده يكون لي مركب اللي هو السيز بلاتينوم اللي هو PtCl2NH3Y2 اللي ده ينطي الاكتيفيتي ده يوقف السيل ديفيجن. فاستخدم كأنتينيوبلاستيك. طبعا هذا المركب شاف من راح يدخل الى البلد الكلورايد كونستريشن عالي فما راح يصير بي رياكتيفيتي. فبعد دخوله الى الكانسر سيل طبعا اما باسيف ديفيوجن او كارير ميدييتد ترانسبورت راح يدخل بالكانسر سيل، شاف انه اكو لور كلورايد كونستريشن فبهالحالة راح يصير سبستيتيوشن للكلورايد ب H2O مولكيول اللي بعملية يسميها الاكويتيشن، وبعدين هذا ال H2O راح يصير بيها ريليز تحرر لي تتحرر يعني من البلاتينوم كومباوند فيبقى البلاتين ك بوزيتيف ايون اللي راح يتفاعل ويا ال DNA والرياكشن مالته راح يكون على ال N7 جوانين والتفاعل مالته راح يكون انترا ستراند كروس لينك لانه على نفس الستراند. بما انه البلاتينوم ايون هو البلاتينوم 2 هو سوفت الكتروفيل فطبعا راح يتفاعل ايزلي ويا سوفت نيوكليوفيل، فمعناها وجود الثايول جروب اللي موجود بالبروتين اللي موجودة بالبلد ممكن ايضا راح تتفاعل ويا الكلورايد فبهالحالة راح يصير بي انكتيفيشن. وشغلة اخرى انه السيزبلاتين شاب انه عنده نفروتوكسيسيتي ونيوروتوكسيسيتي فهذا كان ادى الى نوع من التحديد باستخدامه وبدا يغير بالستركتشر حتى ينطيني مركب يكون انتي نيوبلاستيك اكتيفيتي مالته اكثر سبيسيفيتي او سيلكتيفيتي واكثر اكتيفيتي طبعا حتى يوصل الى الاكتيفيتي اللي يريدها كانتي نيوبلاستيك. فمن التغييرات اللي سواها مثل ما نلاحظ هنا بالستركتشرات هذه، بما انه قلنا الجود ليفنج جروب اللي هو هنا اللي يصير بيه بالكانسر سيل مثل ما قلنا
ده يصير ب substitution H2O molecule. هنا هو استخدم ال living group within a cyclic skeletal وبالكاربوبلاتين. وهنا الأوكسالوبلاتين استخدم الأوكسالك أسيد أيضا مثل ما تشوف، خلى الليفينج جروب بسايكليك ستراكشر. وهنا أضاف إضافة إنه أيضا الداي أمينو جروب خلاها بسايكليك ستراكشر، هذه حتى طبعا تزيد الدخولية إلى للكانسر سيل حتى يزيد السلكتيفيتي طبعا، حتى يغير الاكتيفيتي مالتي المركب، يزيد السلكتيفيتي مالتي اكثر من المركب الاصلي. بالنسبه للسيزبلاتين وللكاربوبلاتين شاف انه التاثير الاكثر مالتهم يكون ممكن يصير. طبعا نذكر انه كل المركبات اللي ذكرناها كأنتينيو بلاستيك اللي هي الالكيليتنج ايجنت، واللي هذه ايضا الاورجانو ميتاليك كومباوند، الكانسر سيل راح تسوي لها ريزيستنس بصورة عامة، ريزيستنس مالتها اما بالديكريز الابتيك مالت المركب او الكريز انكتيفيشن باي ثايول كونتيننج بروتين، تسوي له انكتيفيشن مثل ما شفنا بالامثلة السابقة، مثل ما هسه شفنا بالنسبة للبلاتين كومباوند، او راح تسوي انكريز دي ان اي ريبير. هل تو كومباوند اللي هو السيزبلاتين والكاربوبلاتين شاف انه اكو سيستم بالسيل اللي هي يسميها الام ام ار سيستم، اللي هو المس ماتش ريبير، اللي هي مجموعة من الانزيم سيستم اللي لها قابلية انه اذا صار اي تغيير بالجينوم هي تعيد اصلاحها حتى تسوي ريبير للدي ان اي. هذه المجموعة من الانزيم تأثر على الأكوب الريبيتد يونت موجودة بالدي ان اي اللي راح يسميها المايكرو ساتلايت. عدم وجود هذه المجموعة من الانزيم، هاي المايكرو ساتلايت راح تصير بها فد تغيير، واما تصير لونجر او شورتر في بعملية يسميها المايكرو ساتلايت انستابيليتي. شاف من تتم هذه العملية فراح يصير نوع من الشيفت ايرور بال تيومر سبرسر جين، فيظل الخلية يصير بها ريبليكيشن وبيصير بها ابتوسيس. فهذه التو كومباوند اللي هو السيز والبلاتين والكاربوبلاتين راح تتأثر بهذه الام ام ار انزيمز. عدم وجودها راح يوقف يعني راح يسوي في نوع الريزيستنس للكانسر سيل الهيل تو كومباوند، لان هذه عدم وجودها اكو فد نظريتين، يعني قال لك اما راح يكون تتوقف عملها كاصلاح اللي هو من ما راح تقدر تصلح، لان الهيل تو كومباوند متصله بالدي ان اي، معناها راح تنطي اوامر انه تتوقف السيل ديفيجن. ف او اكو نظريه اخرى انه القله مالتها ايضا راح تخلي تاثير هذه التو كومباوند قليل ايضا. فبالحالتين انه عدم وجودها مثل ما قلنا راح يغير لي الريبليكيشن مال او الديفيجن مالت الكانسر سيل، وراح يسوي لي ريزيستنس للهيل تو كومباوند. بينما من حضر الاوكسالوبلاتين شاف انه هذا السيستم للام ام ار سيستم ما له تاثير على هذه الاوكسالو بلاتين كومباوند، وال الاكتيفيتي مالته ك
أنتي كانسر مختلفة عنهم. وطبعا ما بنعطيك أمثلة شلون أنه راح يكون تأثيره أكثر، أكو فد فرق بالأكتيفيتي، فهو أفضل من هذه التو كومباوند. الكومباوند الآخر اللي حضره هو مثل ما تشوف السيتروبلاتين، اللي هو يعتبر برودراج للسيزبلاتين، ماكو فرق بالرياكتيفيتي مالته، بس هذا هنا أنا ما أقدر أنطي أورالي، هنا ممكن أنطي أورالي. ومثل ما تلاحظ انه من راح يدخل الى الكانسر سيل راح يصير به هنا هيدروليسيز هاي تو بوند، ويحرر لي السيز بلاتين. طبعا هذا هنا البلاتين تو، هنا بلاتينوم فور، وبعدين ورا ما يصير هذا راح يصير معناه ب ريدكشن، ويتحول الى يرجع الى البلاتينوم تو، وبهالحالة يرجع ينطيني الرياكتيفيتي مال سيزبلاتين. المركب هو ما بي اكتيفيتي، وانما مجرد انه هو برودراج للسيزبلاتين، سيزبلاتين 2. طبعا هنا انا شارح لك هذا اللي قلناه هسه، انه السيزبلاتين راح يصير بي سبستيتيوشن واحد من اللي بداخل الكانسر سيل اللي هي بيها الكلورين قليل lower concentration، فراح يصير اكوتيشن، فتجي مولكيول لل H2O تدخل مكانه، بعدين راح يصير بيها ريليز طبعا هو OH، بعدين بروتينيشن ويطلع ال H2O، وبهالحالة راح يتكون راح يبقى البلاتينوم بوزيتيف طبعا كاتيون، فراح يتفاعل ويا النيوكليوفيل للدي ان اي، وطبعا تتعاد العملية نفسها ايضا اكوتيشن على الانذر كلورين، وراح ينطيني البلاتينوم اللي متصل بتو نيوكليوتايد مثل ما قلنا راح يكون انترا ستراند. هاي هي الكلوز لينك، هذه بالنسبة للأورغانو ميتاليك كومباوند. المركب الآخر، المركبات الأخرى اللي هسه راح نرجع إذا راح أسوي لي الكيليشن، هو النيتروزو يوريا من الاسم. هو مشتقات لليوريا، بس طبعا مسوي لها نيتروزيشن فالنيتروزو يوريا. هذه الرياكتيفيتي مالتها راح تكون من خلال تحريرها لل دازوميثين اللي هو ال CH2N2 اللي راح يسوي لي الكيليشن للدي ان اي. هذه المركبات شاف نوعا ما بيها stability بال pH 4.5، وجود مثل ما راح نشوف هسه بالميكانيزم مالتها ال NH جروب اللي راح يتفاعل، وبعدين يصير بي بروتينيشن، ومن التفاعل مالته راح يكون لي الايزو سيانايت اللي راح يتفاعل ويا البروتين والار ان اي، وبنفس الوقت راح بعدين يصير بي كاربونيشن وينطيني الكاربوكاتيون اللي راح يحرر لي مثل كاربوكاتيون اللي هو راح يسوي لي الالكيليشن للدي ان اي. من المركبات اللي هي من ضمن النيتروزوريا طبعا احنا قلنا دائما يحاول يزيد السلكتيفيتي، يزيد الانتي كانسر اكتيفيتي مالته. هذه المركبات اللي حضرها من هي مشتقات للواضح اليوريا، هذه تعرف الستركتشر مالته، هذا الكرامستين
اللوماستين والستربتوزوسين. انت تلاحظ هو هذه اليوريا ستراكشر، هذه النيتروزو جروب، فهذه النيتروزو يوريا نانا، هذه بس تلاحظ انه هنا كان عنده تو سيمتريكال سبستيتيوتد اثيل كلورايد، هنا أنا لا غير، هنا أنا مرة استخدم السايكلو هكسين، مرة هنا أنا استخدم شوغر مويتي، حتى مثل ما قلنا يدخل غير الانتريشن مالته البنتريشن سوري للسيل الكانسر سيل، حتى يزيد السلكتيفيتي، حتى يزيد الرياكتيفيتي، فيبدل بالستركتشر. هذه من المركبات اللي محضرة من النيتروزوريا. هذا الميكانيزم هنا أنا. هذه الميكانيزم بالنسبة اللي راح تتم بواسطة هذه المركبات اللي هي النيتروزوريا. مثل ما تشوف النتيجة النهائية انه راح يتكون عندي هذا الستركتشر اللي هو الكاربوكاتيون. الكاربوكاتيون هو اللي راح يسوي لي البايندينج على النيوكليك دي ان اي. هنا أنا تشوف انه مثل ما قلنا التو جروب، مثل ما شفنا بالمركب الاول هي متشابهة اللي هو الكروماستين، شال الاثيل جروب، حط ار، حتى اي واحد من المركبات اللي ذكرناها هي الميكانيزم مالتها نفس الشيء راح يكون. اول شيء راح يصير عنده بروتينيشن، مثل ما تلاحظ انه راح تنضاف على النيتروزو جروب، راح تنفتح هذه الدبل بوند، فالنتيجة لهذا راح تنفتح هذه البوند اللي هي باليوريا، وراح تروح هنا نسوي لي دبل بوند، طبعا ها راح تصير او اتش. بالمقابل هذه البيروفيلكترون راح تسوي لي هذه الدبل بوند، فيتكون عندي مثل ما قلنا الايزو سانيت الاوكسي سانيت، هذه لها قابلية راح تتصل بالنيوكليوفيل للبروتين و تتصل به، وقلنا احيانا ممكن ايضا بالار ان اي. الخطوه اللي بعدها ايضا راح يصير نانا بروتينيشن، فهذه صارت بوزيتيف، راح يصير بها ريليز، فراح تنطيني هذا المركب اللي هو دايزونيوم كومباوند. الدايزونيوم كومباوند راح يصير ريليز للان 2 وينطيني هذا الكاربوكاتيون اللي هو راح يسوي لي بايندينج او لينكينج على الدي ان اي ويسوي له الكيليشن. نفس الفكره ان كان المركب اللي عنده هو الكرامستين او اللوماستين او الستربتوزوسين، نفس الميكانيزم راح يكون. بس هذه المركبات شاف انه اكو طريقتين للدي اكتيفيشن مالتها، مثل ما واضح عندك هنا الدي اكتيفيشن مالتها بطريقتين، اما يسوي لها دي نيتروزيشن. طبعا من سوى دي نيتروزيشن شفت التفاعل بدايته كان على النيتروزو جروب، فراح يتحول يرجع الى دريفيتيف لليوريا اللي هو ما بي رياكتيفيتي. او الطريقة الاخرى مثل ما تشوف هنا سوى سايكلايزيشن الكلورين جود ليفينج جروب، النيتروزو جروب هي رياكتيف جروب، ف
راح تنفتح هذه الدبل بوند وتنضاف هنا الكلورين يصير بيريليز، فصار هنا عندك سايكليك كومباوند اللي هو هيتروسايكليك كومباوند متكونة من تو نيتروجين وأكسجين، وبعدين هذه راح تنفصل السايد تشين مثل ما تشوف راح تنطيني الهيتروسايكليك كومباوند وياها الايزوسيانيد اللي هو ايضا ممكن يسوي بايندينج للبروتين النيوكليوفيليك يعني جروب على البروتين، لكن ما راح يكون اكو اكتيفيتي كانتينيوبلاستيك اكتيفيتي. المجموعة الاخرى اللي ايضا راح تسوي لي الكيليشن هو البروكاربازين والديكاربازين والتيموزولاميد. البروكاربازين هذا الستركتشر مالته مثل ما تشوف، وهاي طريقة الاكتيفيشن هنا اللي ايضا يكون لي دايزون الدايزوميثين. الدايزوميثين هو اللي راح ينطيني الكليتينج ايجنت اللي راح يسوي لي الالكيليشن للدي ان اي. بالبداية كانوا مفكرين انه البروكاربازين الاكتيفيتي مالته هو من خلال الانهبيشن المونو امينو اوكسيديز انزيم، واللي بالنتيجة راح يمنع الاكتيفيتي مالته فيصير اوتو اوكسيديشن للكومباوند اللي راح ينطيني هيدروجين بيروكسايد، وهذا الهيدروجين بيروكسايد بوجود الفرص راح يحرر لي هيدروكسايد راديكال، وطبعا هذا راح يسوي لي ديكومبوزيشن او كليفج للدي ان اي. لكن طبعا بالدراسة والتحليل وجدوا ان لا، التأثير هو ميثيليشن او الكيليشن، وعند شو مثل كاربوكاتيون اللي دا يتفاعل وهو اللي دا ينطيني الاكتيفيتي على البوزيشن 7 من الجوانين. وشاف ايضا ممكن يتصل او هذه الميثيليشن تصير على بروتين او على ار ان اي ايضا، وتاثيره كان ايضا على الترانسفر ار ان اي اللي بالنتيجة راح يأثر لي على السينثيسيس للبروتين وعلى الار ان اي والدي ان اي. ايضا شاف هذه المثل جروب او الميثيليشن ممكن يكون على الاو 6 بالجوانين، يعني مو بس على الان 7 للجوانين. بصورة عامة الهيدرازين ايضا ممكن يسوي انهبيشن مثل ما قلنا للمونو امينو اوكسيديز، بس البروكاربازين شاف صح هسه راح يشوف هو بيه هيدرازين راح يتكون هيدرازين بس ما بي تأثير على هذا الانزيم، لكن عند اكتيفيتي اجينست يسوي انهبيشن للالديهايد دي هيدروجينيز وفيطينا فد نوع من الداي سلفرام لايك رياكشن. فهل الاكتيفيتي مالته مثل ما راح نشوف هسه بالاكتيفيشن مالته، شاف انه هذا الميكانيزم نفس الوقت اللي راح يسوي له اندكشن يسوي انهبيشن، فالاكتيفيتي مالته ما كانت كلش قويه، فبدا يغير بالستركتشر حتى يزيد الاكتيفيتي. اكو تو باثوي اقترحها للاكتيفيشن مالت البروكاربازين مثل ما تلاحظ انه اما بوجود هو هذا اللي دا نقول دا يسوي نوع من نفس الوقت اللي دا يصير انديوسر ودا يتكون الاكتيفيشن للمركب ممكن يسوي له انهبيشن ويوقف الاكتيفيتي مالته. ف الباثوي الاول انه راح يعتمد على السيتوكروم او المونو امينو اوكسيديز انهبيتر، فراح يتكون
الأزون، الأزون يوم هذا الإنان اللي هو الهيدرازين، بعدين يصير أوكسيديشن على الكربون هذا اللي هو متصل بالفينال جروب، وبعد هذه المرحلة راح يصير عندي ريليز للمثل دايازين مثل ما تشوف. طبعا هذه من يصير عندي هنا دبل بوند اتوقع انه راح يكون رياكتيفيتي ويا بروتين. الخطوة اللي بعدها المثل دايازين هذا اما راح يحرر لي فري راديكال للمثل جروب والهيدروجين اتوم، وبنفس الوقت راح يحضر لي تحلل الى النيتروجين. طبعا الفري راديكال هذا هو اللي راح يسوي الكيليشن للدي ان اي. هذه اتوم ممكن تتحد ويا اتوم اخرى وتكون لي الاتش 2، وممكن ايضا تنطي اكتيفيتي، او راح يتحول الى مثل ما تلاحظ الاتش راح ينسحب فيصير هنا تريبل بوند اللي هو الدازوميثان اللي راح يصير ريليز للان 2 نفس الحاله اللي هنا، ويحرر لي مثل كاربوكاتيون اللي هو راح يسوي لي الالكيليشن. الميكانيزم الاخرى اللي يتوقعها والباثوي الاخر انه راح يصير اوكسيديشن، ايضا راح يتحضر الهيدرازين اللي راح يسميه الازوبروكاربازين، الهيدرازين راح يتحول الى الهيدرازون لان راح تتحرك الدبل بوند هنا الى الكربون، وبعدين مثل ما تلاحظ انه نفس الشيء ايضا راح يتكون هذا المركب عند اللي ان ساتوريتد جروب بي، ويحرر لي ايضا المثل هيدرازين. المثل هيدرازين بالاوكسيديشن راح يحضر المثل دايازين اللي نفس النتيجة راح يكون، ويحرر لي المثل كاتيون او يحرر لي المثل فري راديكال، واي واحد من هذول راح يسوي لي الدي ان اي الكيليشن. هنا منطيك الاكتيفيشن لل للتو كومباوند اللي هي مشابهة للبروكاربازين اللي هو الداكاربازين والتيموزولاميد. مثل ما تلاحظ هنا الداكاربازين ايضا بوجود هذا السيستم للانزيم هو اللي راح يحرر لي يعني ينطيني الاكتيفيتي للداكاربازين. وجود هذا السيستم راح يحضر للام تي اي سي اللي هو المونو مثل ترايازون اميدازول كاربوكساميد. تلاحظ هي الام تي اي سي هذا راح يجيب بروتون مثل ما تلاحظ هنا ينضاف على الان هذه بيرف الكترون، فهذه راح تجي تسوي لي التريبل بوند، وطبعا هذا راح يصير بي ريليز كانتو مثل ما شرحنا بالسابق، والمثل كاربوكاتيون هو اللي راح يسوي لي الالكيليشن. اكو ميكانيزم اخرى قال لك لا بوجود بروتون اللي راح يصير انه البروتون راح ينضاف على هذه الدايمة الهنانة، وجود هذا السيستم سوالي ديمثيليشن حتى يكمل هذا التفاعل، لان لو باقي المثل جروب ممكن يكمل، بينما اول خطوة بوجود هذا السيستم راح ان الانزيم راح يسوي لي ديمثيليشن وبعدين يكمل التفاعل، بينما هنا لا البروتون راح انضاف على التيرشري امين اللي هو قلنا دائما البازيزتي مالته اعلى، فبهالحاله صار ريليز لهذا الجروب، صار عندي هنا تريبل بوند، وهذه راح تطلع منها
الريليز للان 2 وراح تحرر لي هذا الكاربوكاتيون اللي ممكن ايضا يتفاعل وممكن يصير سايكلايزيشن ويصير انكتيفيشن. اللي كان افضلهم هو التيموزولاميد، لان يعني مثل ما تلاحظ هو نفس الفكرة انه النتيجة راح يحرر لي الدايزو ميثين، يحرر لي دايزو ميثين اللي قلنا راح يصير ريليز للمثل كاربوكاتيون اللي راح يسوي لي الالكيليشن. لو تلاحظ هذه كلها تسوي مونو الكيليشن. هنا انا خلى الرياكتيف سايد تشين وذ زاكليك ستراكشر ويا الاميدازول. وجود ال H2O راح يسوي لها هيدروليسيس، بعدين يصير CO2 ريليز، وبعدين راح تكمل التفاعل، طبعا راح يصير CO2 ريليز، ايضا راح تحرر لي المونو مثل ترايزون اميدازول كاربوكسامايد اللي راح يكمل التفاعل بنفس الطريقة. فلذلك التيموزولامايد كان له افضلية على البقية، وممكن انطيه حتى اورالي.